هاي البرونكو بال 1970 كانت واحدة من السيارات اللي بيستخدموها المزارعين. اليوم صارت عم بتنافس سيارات كتير كبيرة بهذا السوق زي الجيب رانجلر. فورد برونكو 2021. من هاي السيارة اجا كتير باكيجز، واحدة منهم واللي هي الأعلى اللي معي البادلاندز. البادلاندز بتيجي مرفوعة أكتر، بيجي عليها هذا الجنط، بيجي عليها هذا الكوشوك، حتى اللون تبع هاد مختلف تماماً عن لون السيارة العادية، بيجي هاد بنفس لون السيارة ولكن هاي مختلفة، حتى اللي هون حديد. شو بتشبه البرونكو هاي؟ البرونكو أيام الستينات والسبعينات، مبدئياً الضواو من قدام بالضبط نفس الاشي، بس صاروا LED لايتس، الجريل حتى التيل لايت اللي موجود ورا تقريباً نفس اللي موجود في البرونكو القديمة. هاي السيارة اهتموا فيها بالشخص اللي عم بيسوقها بتفاصيل صغيرة مش معقولة. فيها اكسسوارز او بتقدر تركب عليها اكسسوارز زياده عن الطبيعي، يعني مثلا عندي هدول مكتوب عليها اكسسوري ريدي، هاي وهاي بقدر اربط فيهم الاشي اللي انا بدي اياه. جوا السياره موجود كثير برضو من هذا الحكي. واحده من الاشياء اللي بتخلي البرونكو لها ادفانتج في هذا السوق، الموري تبعونها مشبوكين هون، فانا اذا بفتح باب السياره بفكه ما راح يروح الموري، حتى اذا بفك القزاز الامامي اللي مراي معلقه هون، فإذا فكيت القزاز الأمامي ما راح يصير عندي مشكلة إنه المراي طلعت معي. عندي السيارة موجود عليها أكثر من باكج زي ما حكيت، وهلا حذكر تفاصيلهم واحدة واحدة جوا السيارة. ولكن هذا هو الهارد توب، موجود منه سوفت توب، فأنا بقدر أنقي اللي بدي إياه. بالنص هون ما في خط، فإذا فكيت هذا بينفكوا بطريقة كثير سهلة، صفت سيارة مكشوفة لعندي لهون، حتى هذا بقدر إني أفكه. مبدئياً في شيء كثير حلو إنه هون موجود عندي قطع زي هاي، كل واحدة منهم مكتوب عليها شو هي القطعة. أنا بقدر أفك هدول وأحط السوفت توب بدالها، أو حتى بقدر إني أفك البواب وأستخدم واحدة من القطع اللي هم حاطين لي إياها بالسيارة. كمان مرة موضوع أكسسوري ريدي، أنا هون بقدر أشبك اللي بدي إياه لدرجة إني بقدر أركب طاولة على هذا الأكسسوري. يا جماعة البرونكو صرنا فترة كتير طويلة عم نستنى نشوف شو هي البرونكو وكيف رجعت. مبدئياً السيارة في منها أكثر من باكج، السيارة كانت موجودة بالستينات والسبعينات، توقفت السيارة وبعدين تغير كل شيء ورجعت نزلت مرة ثانية. يعني نزلت فيها من البرونكو القديمة، ولكن الفئة المستهدفة مختلفة، ولكن السيارة المنافسة مختلفة عن زمان. سيارة مجنونة، شكلها بالشارع ملفت، الناس عم تتطلع بطريقة أنا مش مصدق إنه الناس عم تطلع على البرونكو هيك. بدي أحكي شوي عن الباكيجز الموجودة في هاي السيارة. أول واحدة اللي هي بيج بند، البيج بند هي الانتري ليفل اللي هي أقل واحدة موجودة، بعدين عندي الأوتر بانكس اللي هي الليفل اللي بعديها، بعد هيك بيجي عندي الوايلد تراكس اللي هي عشان تسرع بالصحراء، وبعد هيك أعلى باكيج موجودة هي اللي معنا اللي هي الباد لاندز. كلهم بيختلفوا من ناحية السسبنشنز، من ناحية الارتفاع تبع السيارة، وقطع موجودة وأوبشنز موجودة على السيارة هاي نفسها. الباكيجز بتختلف بهاي السيارة بطريقة واضحة، لأنه كل واحدة منهم حسب أنت قد ايه عم تدفع. سعرها ببلش من 183 ألف درهم ل 283 ألف درهم زي اللي معي، فعم نحكي عن 100 ألف درهم فرق بين الأربعة باكيجز. هذا إشي كتير مهم نذكره. طبعا الباكيجز ممكن تيجي 2 دور او 4 دور، في منها ما بيجي منها غير 4 دور او غير 2 دور. طبعا برضو الوان السياره حسب الباكيجز اللي بتختارها انت، حسب اي تاخذ فئه راح يكون عندك خيارات الوان محدوده منها. مبدئيا شو المحركات اللي موجوده على البرونكو؟ عندي خيارين، 2300 سي سي ايكو بوست اللي هو شبيه بالمحرك اللي كان موجود على الماستانج، او 2700 سي سي ايكو بوست اللي هو توربو تشارجد برضو زي هذا اللي معي. هذاك بيجي ب 270-280 حصان تقريبا، هذا عم نحكي عن 330 حصان. السيارة بتستغرب النشاط اللي موجود فيها، 563 نيوتن متر من التورك. النشاط اللي موجود فيها كتير حلو، يعني هاي دعسة. جوابها أنا شخصيا عجبني كتير 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 كتير. شو اللي بيخلي البرونكو تنافس عن جد؟ أول إشي حكيت عنه المحرك. مصروف بنزين البرونكو، يعني مش راح احكي ارقام لانه انا عم بجربها الفتره هاي، فانا يعني ضغطها جدا جدا جدا، ولكن مصروفها
لسه بالنسبة إلي كويس. السيارة في إشي مساعد في مصروف البنزين تبعها هو الجير، الجير تبعها 10 سرعات، فهذا إشي فعلياً فارق كتير في مصروف البنزين. الأكسل الخلفي عليها سوليد أكسل خلفي، عليها إلكترونيك لوك، بقدر أعمل لوك للدف الأمامي، بقدر أعمل لوك للدف الخلفي. الكواليتي المستخدمة فيها ميكانيكيا رهيبة. موضوع تاني مهم هو التصفيح من تحت السيارة، إذا بتشوفوها من تحت الجير مصفح تصفيح، أغلبية القطع السيارة من تحت مصفحة، لحتى إذا طلعت أنت على الصحراء ضربت بإشي لا سمح الله ما يصير إشي للجير أو الترانزميشن تبعك. طبعا عليها باليستاين سسبنشنز، فهذا الإشي فارق كتير في السيارة أكيد. جماعة، واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة بهاي السيارة إنه صار عليها إندبندنت سسبنشنز، يعني كل سسبنشن يمين شمال على اللي ورا مفصولين تماما، فاليوم إذا اللي على اليمين عم بيواجه ضغط كتير كبير ما راح يشارك التاني فيه، فكل عجل للسيارة عم يتحكم بحاله بالطريقة الأنسب. هذا إشي بيساعد في موضوع كتير تاني، واللي هو اللي هم مسمين الهوس، الهاي سبيد أو الهاي أوف رود، اللي هو الهاي أوف رود سبيد ستابيليتي. فاليوم أنا إذا بقدر أسرع بهاي الصحراء بسبب السسبنشنز اللي موجودين أو الاندبندنت سسبنشن اللي موجود. موضوع تاني مساعد فيه كتير اللي هو الستيرينج. يا جماعة، أنتوا عارفين بالسيارة اللي مجهزة للأوفرود زي السيارة اللي معنا البادلاند قديه صعب أو قديه في أشياء عم تتحرك من الستيرينج، فالمفروض أنه حركة الستيرينج تكون صعبة جدا، ولكن هون بالسيارة بسبب الاندبندنت سسبنشنز الستيرينج حركته بسيطة جدا وما عم تاخد مني مجهود لحتى ألف شمال أو يمين حتى وأنا بالصحراء. واحدة من الأشياء اللي مهمة كتير بسبب وجود الاندبندنت سسبنشن هي قديه ديورابل، قديه عمره بعيش وقديه بيستحمل ضغط أكثر من اللي موجود على السيارات العادية. بغض النظر حتى لو الناس انتقدت هذا الموضوع، ولكن هو فعليا له فوائد ما بتخلص. مودز هاي السيارة عندي نورمال، بعدين عندي الايكو، بعدين عندي السليبري اذا كانت الارض عم بتزحلق، عندي بعديها الطين، عندي بعديها طبعا هلا حطيت على المد فعم بتحول 4x4، عندي اللي هو الساند اذا كنت انا على رمل، عندي باها اذا انا كنت في الصحراء، عندي روك كرول اذا انا طالع على الصخر، هيك برجع انا على الايكو. عندي اكثر من مود لسواقة السيارة، هذا اشي كتير حلو، وهذا الاشي بيختلف في الباكيجز تاعت السيارة على فكرة. مش كل الباكيجز تاعون برونكو فيها كل المودز تاعون لسواقة، فيها 9 خيارات او وضعيات للقيادة في هاي السيارة يا جماعة. مجنونة مجنونة يا جماعة، مجنونة السيارة، مجنونة بالصحراء فعليا. لما يقول لك سيارة بتسوق عنك في الصحراء، هاي سيارة بتسوق عنك في الصحراء، انت مش مضطر تكون كثير سايق شاطر بالصحراء لحتى تسوق فيها. اوه يا الله، يا ريت دائما الشارع يخلص هيك. هذا هو لما تحكي كلمة جوت، انك بتسوق على اي تيرين موجود في العالم ولا مشكلة في عندها. مستحيل انها عم تطلع هذا الحكي بهالسهولة يا جماعة، انتم مش عارفين قد ايه عم بيكون سهل موضوع الاوفرود في هاي السيارة. السيارة هاي فكروا كتير باي شخص بده يمتلكها شو ممكن يعمل فيها في حياته اليومية، فاكيد اكيد اكيد البادلاند زي اللي معي اكيد راح ينزل فيها على الصحراء، مستحيل تشتريها ما تنزل فيها على الصحراء. طب اللي بده ينزل على الصحراء بده يصور، حطوا لي هون مدخل للجو برو تبعتي، او اذا بدي اركب كاميرا من هون فانا مو مضطر اني الاقي مكان اشبك فيه الكاميرا تبعتي، عندي مكان موجود هون وراه بالضبط، هون في مكان للشاحن، فانا بدخل فيه يو اس بي وبشحن الجو برو، مرات الجو برو بخلص شحنها فبتصفي حاطط هون وسلاك ورا ولافه وطالعه ومبينه بالكاميرا. حلل لي هاي المشكله، مع انه مش المفروض انه يكون تفكيرهم بهالطريقه، ولكن لهالدرجه هم فكروا في اللي عم بيسوق السياره. انتوا فاهمين لاي مرحله اخذوا هذا التفكير؟ في أشياء موجودة بالسيارة
حلوة كتير زي الألوان اللي مستخدمة بالسيارة. في خط الأورنج موجود هون، موجود هون، موجود هون، عندي هاي المسكة هون للي قاعد جنبي، أنا عندي هذه. ففعليا في أشياء كتير حلوة بهاي السيارة وفارقة عن السيارات الثانية. عندي الكبسات اللي موجودين هون، الكبسات هدول معمولين من مادة السيليكون. ليش؟ عشان يسهل تنظيفهم. شو الكبسات هدول أصلا؟ عندي هاي اللي هي السوي بار، عندي هون للدفلوك الأمامي، الدفلوك الخلفي، هاي الكبسة. هاي الكبسة عشان إذا أنا عم بلف وبرجع في مكان بتصغر قطر اللفة تبعتي كثير والله. هيك هاي، هاي اللي هي التراكشن كنترول. طبعا بالعادة بس تنزل على الصحراء ضروري إنك تفصل التراكشن كنترول. وأنا هون شايف عندي السيارة من قدام كاملة، شايف هيك مربع كتير كبير، القاعدة كتير حلوة، أنا كاشف القزاز في السيارة كتير كبير، فأنا كاشف أكبر عدد ممكن. فتحة السقف تبعها كتير سهلة، عندي هاي بتنزلها من هون، وهاي هون وهون وهون زي الرانجلر، وبطلع هاي اللي ورا نفس الإشي. فالموضوع مش صعب ولا معقد بالمرة. واحدة من الأشياء اللي بتميز هاي السيارة بجدارة هي الشاشة اللي عليها، عليها 12 إنش تاتش سكرين، عليها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وايرلس، فأنت مو مضطر تشبك سلك عشان أبل كار بلاي والأندرويد أوتو. السكرين هاي عليها المعلومات كلها اللي أنا بحتاجها، وفي ديجيتال سكرين الثانية اللي قدامي هون عليها معلومات الأوفرود كلها، فأنا بقدر أشوف من هون البيتش رول قد إيه سيارة مايل يمين أو شمال أو من حدر لقدام لورا. عندي بقدر أشوف القوة، الباور ديستريبيوشن، كيف عم تتوزع القوة على أي عجل. فأنا هلا شايف إنها مساوية بين العجل اليمين والشمال الخلفيين، لأني أنا حاطها على تو ويل درايف مش أول ويل درايف. بيطلع لي تاير بريشر عندي، بيطلع لي الجيجز هاي موجودة عندي، التوربو كيف ضغطه، الزيت كيف حرارته، البطارية، كل المعلومات اللي أنا بحتاجها كأوفرودر خالصة وموجودة بدون ما تفكر. حتى درجة ضغط الزيت، حرارة الجير، لأنه موضوع كتير مهم، لأنه مرة تضغط السيارة أنت بالصحراء بتضلك على جير أول تاني أول تاني تالت. السيارة هلا انتبهت إني صار لي فترة عم بحكي ومش حاط إيدي على الستيرينج، فطلعت لي keep hands on steering wheel، أرجع أمسك الستيرينج ويل. السيارة إذا بتطلع عن اللين أنا هيك بحاول أطلعها، الستيرينج صار يرج، رجعت لحالها. فالسيارة بترجعني على اللين، ولكن بتقول لك خلي إيديك على الستيرينج وخليك مصحصح. غير هيك عندي USB وعندي USB-C، فشو مكان موبايلك سهل انك تشبكه في اي وقت. موجود عندي هون كلمة برونكو عشان اضل متذكر السيارة اللي انا سايقها. هدول الكبسات يعني قديش حلوين. هدول اوكسيليري، يعني هدول ما بيعمل ولا شيء. انا هيك بس كل الكبسات ما بيعملوا ولا شيء، رجعت كل الكبسات ما صارش ولا شيء. الفكره من هدول الكبسات هو انه اذا انا بدي اشبك ضو هون، بدي احط كشاف، بدي احط اي تعديل على السياره برا محتاج كهرباء، مش ضروري تشبك له اسلاك بطريقه مش حلوه، راح يكون الاوكسيليري تبعه من هون. المراي حكيت عنها اني انا بس افك القزاز الامامي، المراي راح تضل عندي هون، واليمين والشمال برضه راح يضلوا موجودين. كمية مساحة التخزين اللي فيها من المنطقي انها تكون كتيرة، فهي فعليا مساحتها ممتازة. عندي هون وايرلس تشارجينج، عندي هون كاب هولدرز، هون عندي مساحة، هناك عندي مساحة، وورا هون عندي مساحة بقدر استخدمها الاشياء، وبرضه في الكراسي الورا. ستيرينج السيارة هون مالتي فانكشنال ستيرينج، الماتيريالز المستخدمة بتحس انها كلها فعليا مقصود انها تكون هيك، لعشان سيارة كانت مكشوفة التراب لما يجي عليها او المي ما يأثر على الكبسات اللي موجودة إن كان هون أو حتى إن كان على الستيرينج. عندي الباج اللي هون، كبسات الشبابيك موجودين عندي هون، فبالرانجلر كانوا موجودين هون، هون موجودين ورا. حتى من هون بتحكم بالمراي، مش عارف ليه محطوط على اليمين صراحة، بس من هون بتحكم بالمري اليمين والشمال، وبرضو الكبسة تاعتها من السيليكون عشان برضو موضوع الرمل كمان مرة. السيارة فيها شيء حلو إنه من عندي من هون بقدر أضوي ضو شمال أو يمين على المري، فإذا كنت قاعد أنت بالصحراء صف سيارة جنبك بتكبس ضو بيضوي لك المكان اللي أنت قاعد فيه، مش مضطر إنه يكون في معك كشاف. هذا إشي كتير مهم يا جماعة مش شوي. موضوع تاني حلو عاملينه هيك بسيط، هون مكتوب جوت، هي اختصار لـ greatest of all time،
دائما بنسمعها بيحكوها على ميسي بيحكوها على رونالدو، اني اشوفها في سياره اول مره. بس هل هي تعني هيك هون؟ لا، هون تعني go over any terrains. وين ما بتتخيل حالك تقدر تطلع اطلع. فاستخدموا هاي الكلمة في نفس الطريقة، في نفس الفونت اللي بتستخدم بالعادة في كلمة goat، لحتى يحسسك انه قصدهم greatest of all times، ولكن القصد اشي تاني. فهاي اللعبة حلوة يا جماعة، حبيتها انا. في اشي حلو كتير بالسيارة، الارضية تبعتها فيها مكان للتصريف، فاذا انت عم تغسل السيارة من جوا بتفكها بترش السيارة المي بتنزل لتحت، ما في اشي بتجمع عندك، ما بصير في ريحة رطوبة جوا السيارة. بقولكم مهتمين كتير في التفاصيل للي عم بيسوق هاي السيارة. الكاميرا يا جماعة مش معقولة، في عندي الخيار اني اشوف السيارة من فوق واشوفها برضو الكاميرا الخلفية، بعدين الكاميرا الخلفية لحال شايف 180 درجة، او اني اشوف جنبي يميني شمالي وراي. اوف الكاميرا ابدعوا فيها صراحة، انا شايف لحد نص الباب يعني، ابدعوا بالكاميرا. عم نحكي عن 12 انش تاتش سكرين. يا جماعة ضروري ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تاعت سترايف ميدل ايست هلا على اليوتيوب لحتى تشوفوا هاي الحلقة وحلقات تانية كتيرة. وانا باسل مفرج وهذا سترايف.